أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الكف فكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه توجه الآمال وتعود ظافرة ولا باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضة الغامرة توجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبد الصادق الآمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحافل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى خضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه عاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حراقتنا وسكانتنا بعين إنايتك وأن تحفظنا في جميع أفوارنا وتقلباتنا وجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات أمالنا وتقبل منا ما تحرقنا فيه من النبينا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافدين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم من جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المقروب
waqti dainal madinin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin wansur bi rahmatika ala ibadikal mu'minina ajmain waqfi sarral mu'tadina wadh-dhalimin wabsutil adla biwulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqdar wa ayyidhum bi ta'yidi min 'indika wa nasri 'alal mu'anidin minal munafiqina wal kuffar waj'alna ya rabbal ya rabbi fil hisnil hasis min jami'il balaya wa fil hariz wa fil hirzil mak wa fil hirzil makini min ad-dunubi wal khotoya wa addimna fil 'amali bi ta'atika was-sidqi fi khidmatika qa'imin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin واختم لنا منك بخير بخير اجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأحب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين